وسط نجوم الكوميديا له مدرسة خاصة به، ينتقد كل من لا يعجبه. النجم أحمد آدم في 100 سؤال. وصفي في كلمة. متمرد. أحب وأكره في شكلك. مع الشكل نظرتك على تقل دمك على قرعتك. عدد سنوات الشقاء في حياتك. كثير. ليه سبت البيت؟ كان بالنسبة لي كابوس. غرت من تجربه تياترو مصر. انا تياترو مصر ده اتعرض عليا الاول قبل اشرف، انا ما اعرفش اعمل سكتشات. لا اصدق اغلب من يلقب بالناشط. انا عايزك تقنعني انك انت بتعمل ده لله. قطر واسرائيل هم عمله واحده، ديمقراطيه هي. كل ده ضحك على الاقول. احمد جربت الحشيش؟ لا انا مش مصدق ان انا بتكلم في برنامج عن حشيش واحكام. انت مع ترخيص بيع الحشيش في مصر؟ يعني حتى ضيف بهجته. اكثر شيء احبه في المراه هو شكلها حلو، عينيها حلوه، تقريبا بوصفك انا. كم مره حبيت على مراتك بمعرفتها؟ كتير وهي عارفه. لو كنت محمد السبكي هتضحك دلوقتي. لو كنت عضو في البرلمان من تختاره ليكون رئيس؟ فتحي سرور ما ينفعش يرجع صح. هتضحك عليه من جامد اول. النجم احمد ادم في 100 سؤال. ماذا تم طردك من ميدان التحرير؟ حامد زي توفيق عكاشة بقى، أنا مفجر الثورة. لماذا سخرت من الإعلامي باسم يوسف؟ يعني هو يكسب وأنا أقعد خلاف فلوس ومحطة قالت له إحنا مش عايزينك ومحطة مصر ملهاش تأثير عليها. محمد فؤاد ده حبيبي. وكم ممثل؟ يعني تمام. أندرو أكيد ولا أحب أعرفه. محمد حسدين هيكل وده بسبب خلافات بيني وبين أبويا. علاء الأسواني ما عندكش غير على بلدك خالص؟ توكل كلمة. ألو اليمن يا بت دي تنزل تجيب لنا اخبار من السوق. لماذا طالب الدكتور خالد منتصر بمنع عرض افلامك؟ ولو تناولنا الموضوع ده لابد نتناوله من عده زوايا، كيانيه ثلاثيه تربيعيه متلاقيه متناهيه، فان الاستقلال الاستقلالي في الاستقلال الوطني والله العظيم لا يعني. 100 سؤال مع راغدة شلهوب الليلة 11 مساء ويعاد في الأوقات التالية على الحياة.